اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الاخباريه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز لمتابعه اخر التطورات في ملف جهود الدوله لاعاده المصريين من السودان. احلى فرحه فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطيران هيقدر يجي لنا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. كلنا ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها. يواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة. يشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية والإنسانية، هذا بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم الدعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي. ويواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى القادمين من السودان. استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. كما يواصل موقف كركر الدولي في محافظة أسوان استقبال العائدين من السودان وسط جهود كبيرة لتقديم الدعم وخاصة في القطاع الطبي. عملت الدولة على توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس، وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية وموقف الأقاليم للسيرفيس في اتجاه القاهرة وباقي محافظات الجمهورية طبقا لرغبة القادمين من السودان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بعد التحية دعنا نعلق على المشهد بشكل عام واستمرار هذه الجهود، جهود الدولة المصرية في استقبال كل من أتى إلينا من السودان. هو طبعا منذ اندلاع احداث السودان والتوترات التي جرت هناك في 15 من ابريل الماضي لم تتوقف جهود مصر لتامين اعاده ابنائها الموجودين على الاراضي السودانيه نظرا لتوترات الاوضاع في السودان. تم تشكيل خليه ازمه لتنفيذ ومتابعه خطه اجلاء الرعايه او المواطنين المصريين الموجودين داخل الأراضي السودانية، ضمت كافة وزارات الدولة بالإضافة إلى الأجهزة المعنية لمتابعة إعادة المصريين على الوجه الأكمل وتقديم الدعم لهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين المتواجدين في السودان. تم على الفور إقامة جسر جوي فور وقوع هذه الأزمة، إلى جانب عودة المواطنين بالسبل أو الوسائل المختلفة سواء عن طريق النقل البري أو النقل البحري. الأوضاع إعادة المواطنين المصريين في السودان أيضا يعني ضمت إعادة الراغبين من أبناء السودان الشقيق إلى مصر يعني تأمين إعادتهم من مناطق التوتر، إلى جانب أن بعض الجنسيات الأخرى التي أبدت دولها رغبة في تقوم مصر بإعادتهم عبر الأراضي المصرية، فمصر قدمت الكثير في هذا السبيل وأعادت
يعني أبنائها، إلى جانب العديد من الجنسيات الأخرى، إلى جانب أبناء السودان الراغبين في العودة، إلى جانب أنه تم تكثيف أعداد الموظفين الموجودين في المنافذ الحدودية، سواء المنافذ البحرية أو الجوية أو البحرية، للعمل على رفع هؤلاء تقديم العودة. نعم أستاذ صلاح، دعنا نتطرق إلى نقطة أخرى، وهي كيف يرى العالم ما تقوم به مصر في هذه الآونة واستقبال كل من هو في أزمة، استقباله في الأراضي المصرية ومعاملته كفرد من ضمن المواطنين المصريين. هو معروف عن الإدارة المصرية أو القيادة المصرية أن تعبيراتها المهمة أنه لا يوجد لاجئين في مصر، لكن يوجد مواطنين على وجه التساوي مع المواطنين المصريين الذين تتعرض بلادهم لأزمات سرعان ما يفدون إلى مصر، باعتبار أنها ملاذ آمن لهم، وحتى تستعيد دولهم عافيتها وتستعيد استقرارها. المواطنون العرب أو الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات، يتمتعون بكافة الحقوق ويعني يحظون بالرعاية من جانب الدولة المصرية والمواطنين المصريين، ولا يوجد بيننا رعاية أو لاجئين كشأن الدول التي تحتضن أو تستضيف اللاجئين وتقيم لهم القيام وغيرها من أماكن الإيواء، لكن يوجد بيننا مواطنون سواء كانوا سودانيون أو ليبيون أو عراقيون أو يمنيون أو سوريون أو غيرهم من أبناء الوطن العربي الذين يعني للأسف الشديد تعرضت بلدانهم لعدم استقرار وهزات أمنية خلال الأعوام الماضية. فمصر دائما وأبدا ما تقدم العون وتستضيف أبناء شقيقاتها العربيات داخل أراضيها وتقدم لهم ما يحتاجون إليه من عون ودعم، ويتمتعون بكافة ما يتمتع به المواطن المصري من رعاية نعم. نقطة أخرى أيضا نريد أن نتطرق إليها، وهي التجهيزات فيما بعد الوصول، سواء بالنسبة للرعاية الطبية أو الرعاية الغذائية، أو أيضا التحضيرات والتجهيزات فيما يتعلق بالناحية التعليمية على سبيل المثال الحصرة. أيضا وزارة التربية والتعليم قدمت كل ما تستطيع تقديمه سواء للمواطنين السودانيين، للمواطنين المصريين أو المواطنين الأشقاء السودانيين، فمنحتهم الفرصة للالتحاق بالمدارس المصرية وتسهيل يعني تقدمهم للامتحان، خاصة أننا في الفترة التي تعرض لها السودان لأزمة كما نشاهد في 15 إبريل الماضي، كانت المدارس على أبواب الامتحانات، فأتيحت الفرصة للمواطنين المصريين الذين كانوا متواجدين، لأنه كما تعلمين وعلم السادة المشاهدين أن هناك طبيعة خاصة للعلاقات المصرية السودانية، وهناك روابط اجتماعية وإنسانية وغيرها، يعني فأتيحت الفرصة للعداد المواطنين العائدين من السودان للتقدم للامتحانات أمام المدارس المصرية، إلى جانب أنه بعض السودانيين الذين يعني كان أبنائهم يعني تعرضوا لهذه الأزمة بإمكانهم أن يتقدموا للامتحان عبر الوسائل المختلفة مع السفارة السودانية الموجودة بالقاهرة، إلى جانب أنه بعض كبار السن أو الذين يحتاجون إلى رعاية صحية تم تقديم هذه الرعاية الصحية، وشاهدنا سيارات الإسعاف متواجدة في منافذ الحدودات السارع لإنقاذ الذين يتعرضون أو الذين تعرضوا لأزمات صحية إلى المستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم وتقديم العلاج اللازم لهم. فهناك بالفعل رعاية صحية ورعاية تعليمية ورعاية على أعلى مستوى قدمت سواء للمواطنين المصريين أو لأشقائنا من السودان الشرقي. نعم أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، جزيل الشكر لحضرتك. وبهذا مشاهدي الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.